مشاهدي قناة صوت العدالة، مرحبا بكم. من طيت من الليل وبالضبط من هذه أسواقها الأسبوعية، خاصة أنه لم يعد يفصلنا عن عيد الأضحى إلى أيام معدودات. ننقل لكم أجواء السوق وشكوى المواطنين من ارتفاع الأسعار مقارنة مع السنة الماضية. لنستمع لصوت الفلاح والمواطن وبعد مسيرة السوق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. قلنا كيفاش داير الأجواء ديال السوق؟ أجواء ديال السوق باع غالي، الثمن باع الثمن هو الثمن. بالنسبة للمواطنين؟ ديال المواطنين كلشي دابا جا كيشوف، كيسمعوا الثمن ما بغاوش يشريو، سامعين هذه ديال السبانيون غتدخل، كيقول لك تدخل ديال السبانيون غنشوفوا الثمن واش غيطيح ولا لا. بالنسبة للسلعة ديال السبانيون واش كاينة هنا في السوق؟ لا والو ما كايناش، حبة ما كايناش، باع ما دخلش السوق نهائيا. كون دخلت السوق غتبان لك هذه طاحت هذه هي. واحد الثورة هذا ما كاينش. ما كاينش باش نصور الحوالة ديال الاسبانيين. لا والو ما كاينينش عندنا هنا كاع في السواق. المواطنين بعد ما شاري حتى واحد ما كيشري، علاش كيتسناو هذاك ديال الاسبانيون غتدخل غطيح هذه ديالنا حنا. بالنسبة للسلعة هذه ديال البيع شحال وصلت دابا؟ هادي هذا اللي واصل 46 هذا اللي عاطينا فيها، حنا كنقولوا 52. باقا ما كاينش شي اقبال. باقا ما كاينش شي اقبال والو. طالبين انتوما؟ طالبين احنا. خويا السوق كيفاش؟ السوق مزيان مال. كاين ثمن، ثمن باقي كاين ثمن. ثمن كيفاش كيشري؟ الناس كيفاش يشريان بعدا؟ ما كاينش الاقبال اللي تعرف، اللي كي كليان وصافي، اللي كيعرفها وصافي. اما اللي شنو السبب؟ السبب هو هذيك الاشاعات ديال الغلم ديال السبريون اللي غتدخل ديال برا. ها كيديروا اشاعات داروها حتى في البقر وحتى حاجه ما كاينه، اللحم باقي هو هو. ها كيديروا اشاعات ديال السبريون. كاينه السلعه ديالنا هي اللي كاينه، والسلعه ديالنا قليله ودايره الثمن بزاف، الثمن خيالي هذا العام. راه ما عمرك سمعتي 160 170 180 انت كتسمع في هذا العام. يعني هذا العام هذا الاكباش ديال البلاد اغلى من ديال السبانيون. لا واش اغلى من العام اللي فات؟ واش زايده النص؟ الحاولي ديال 50 ديال هذاك العام داير 100 هذا العام. يعني الحاولي ديال 60 ديال 60 ديال 60 داير 120 دابا. يعني دابا الحوالات ضعفوا واش خطرات؟ بزاف بزاف، حتى الثمن خيالي. العلف غالي، الغلم انت كتشري بالغلا وكتاخذ العلف غالي والصير وهز حاطه طونسبور وكاميو وضروري ما عندك الدراري خدامين معاك ضروري تماما. لا جيت تقدا هنايا؟ جيت نتقدا ولكن انا ندير التنظيم غالي. كيجيك الاثمنه هنايا؟ الاثمنه غاليه ماشي شويه، المهم كاين شويه في المتناول ولكن بالنسبه للدريوش قاس عليه. قاسح الغلالي قاس مع السنه الفائته. بواحد 500 درهم ولا 600 درهم. 500 ولا 600 اللي زايد. هادشي اللي وعندك فكره على الحوالي اللي داخلين الصالون؟ عندي اللي فكرة. عندي ولكن غادي تما غادي نفس الثمن غادي يكونوا غالي تما. لقيتي هنا في السوق؟ لا ودي ما عمرني شتم. واخي ما قلتوش؟ لا ما شتمش. ايش العفو. عليكم السلام اخويا. جيت السوق؟ وي. كيفاش جاتك الاسمنه؟ الاسمنه اخويا مرتفعه بزاف. العام اللي فات ناقصه شويه. عندك شي فكره على الحوالي؟ نعم. الحوالي اللي مصوردين من اسبانيا؟ باقي ما كاينينش موجودين. انت باقي ما خديتيش؟ لا باقي ما خديتش. حيت الثمن غالي بزاف. يعني القدره الشرائيه ما تسمحش لي نشري. تشكر. السؤال الخير نتمنى ينقصوا 300 شويه. شي السوق؟ ما دخلت حتى سوق، اول سوق هذا. جاتك الاثمنه؟ ما باينه الاثمنه كاع، ما كاين شيء. ما كان البهام ضعف. البهام ضعف ما كانش حاجه. وبالنسبه للقدره الشرائيه؟ الثمن هذا شو قال لك 106000 مسكين كي غادي يدير العيد. كاينين الحوالي اللي جايين من اسبانيا؟ شنو تقول عليهم؟ ما عمرش شي حوالي ما جاوش من السبريون. دخلوا السوق؟ ما شفتهمش. باقي ما شفتهمش؟ باقي ما شفت والو. واخا انت بالنسبه لك واش تاخذ هذا الحوالي هذا ولا؟ لا ما ناخذوش. يعني تاخذ الحاجه اللي ممنوعه ما نقدر نعيد بها. من حيتاش ممنوع؟ ايوا الوقت ضعيفه. الناس مساكن ما كانش الدخول. يعني كتبغي المليح؟ ماشي اللي عنده الفلوس واش مسكين بعيد ب 100000؟ مايمكنش. لا مايمكنش عيد المسكين ب 100000 ريال، فين غادي يلقاها؟ المسكين ما عنده العيد يطلع. شي كلمه اخيره شو باش توصل؟ بارك الله، نقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله. احسن لك. هذا الشيء اللي كان ضيفك. انا اول
مره دابا غادي نجي ندخل السوق اثمنه غاليه بزاف بالنسبه للدرويش. يعني ماشي السطع هذيك باش تاخذ لا بزاف 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 حولي غير خروف صغير كيقول لك عاطينه فيه 43 وشحال باغي فيه خروف صغير حولي يا صاحبي دايره صاحبي 36 والسنه الماضيه بعدا كانت واحد شويه كان بنادم فهمتيني اللي عنده شي حاجه كيشتري على قدو ولكن هاد السنه هادي اخويا راه كاين الغلا كاين الغلا وكاين حتى كاين حتى السلعه حتى هي مزيانه ولكن كاين الغلا بالنسبه للمواطن راه مكرفص هاد القدره الشرائيه اخويا بالنسبه للمواطن راك عارف المواطن الدخل ديالو انا كندوي على الدرويش الدخل ديالو اخويا على حساب القدره ديالو راه ديك 40 ما يفوتش 40 هذا هو الجواب ديالي اخويا 40 ياخذ شي حاجه على قد جهده حيت لفات 40 راه كيتسمى بحال حط الخلصه ديالو كامله وشحال خدام هذا المواطن خدام اسمي راه 60 70 نقولوا حنا 80 ما كاينش الحول راه كاين الكرا كاين الضو كاين بزاف ديال الحوايج واش فهمتي هذا واخويا اش نقول لك بغيت نوصل اخويا الحكومه كامله هذاك الشيء ديال الاغنام المستورده من الصبليون تخربيقه بالنسبه كاين هنا الخير علاش ما يدعموش هنا الفلاحه والكسابه علاش غادي انت للصبليون ورومانيا وما عرفتش فين باش تجيبوا تخسروا الزبابل ديال الفلوس باش تمشوا تجيبوا حوالي كل راس 500 درهم هادشي اخويا راه ما اصلا الحواله ديال برا راه ما فيهمش ديك البنا بحال الحولي ديال البلاد يعني محل العلف تماك راه ادويه وكيسرحوهم في الغيوب يسرحوهم في الجبال وهادي فهمتي كياكلش العلف كياكل الورق ديال الطبيعه كيفاش تلقى هاد الحولي هذا كيدير هذا هو اخويا الميساج ديالي للحكومه الاثمنه مرتفعه بزاف ثمن خيالي ثمن بالمقارنه مع العام اللي فات بزاف باقي ما داخلينش للسوق كاينينش دابا درنا شو كتفضل الحولي المستورد ولا الحولي ديال حول المستورد باقي ما عرفناش يعني كاين واحد التخوف كاين تخوف ما عرفناش واش يكون اللحم ديالو مزيان ولا يعني عندكم التخوف كاين التخوف كما جاء لسان المتدخلين فالسؤال هنا لا زال عالقا هل تسمح القدرة الشرائية للمواطن باقتناء الأضحية؟ في ظل الارتفاع المستمر للأسعار وأثمنة السلع الاستهلاكية وكذا أثمنة المحروقات أم لجهة المسؤولة رأي آخر؟ كان معكم في التعليق محمد عطيف وراء الكاميرا محمد بوشيري.